للبرامج في التلفزيون. في التلفزيون تفضل استاذ مجدي. السلام عليكم استاذ مصطفى. اهلا بيك. والله احنا يعني احنا الموضوع بتاع المشاكل بتاعه اصحاب المعاشات هو بدا فيها بعض الحلول ولكن بطيئه جدا للغايه. يعني انا النهارده المفترض ان انا خريج متخرج على المعاش في 2019. نعم. للنهارده بقالنا 4 سنين ما صرفناش مكافاه نهايه الخدمه. نعم. اتحط لها بعض الضوابط واجتمعنا مع الاستاذ حسين زين اكتر من مره وبدا يبقى فيه بعض الحلول لكن كويس. لا تنفذ بالشكل السريع والشكل اللي هو يكفل للانسان ان هي تحصل لاخواننا اصحاب المعاشات. بس ده متوقف على الميزانيه. يعني هل هو عنده الميزانيه اللي تساعد على ده؟ الميزانيه احنا بيتخصم من العاملين دلوقتي 9.5% لصالح صندوق المعاشات. هذه النسبه وفقا لتقرير الخبير الاكتواري بيقول عليها ان هي ما تكفيش. طيب ما احنا عايزين دعم من الدوله لاصحاب المعاشات. هذا الدعم احنا بنطالب سياده الرئيس النهارده ان هو يتدخل بشكل عاجل لان احنا اصبحنا في حاله يرسى لها. نريد حياه كريمه يا استاذ مصطفى لاصحاب المعاشات اللي هم دلوقتي فيهم المرضى وفيهم يعني اصحاب المسؤوليات. كل ده احنا بنطالب سياده الرئيس ان هو يتدخل لاجل حياه كريمه لاكثر من 3000 اسره عايشين على مجرد المعاش فقط. نعم. ورانا التزامات. في ورانا اللي عليه التزامات اللي عليه اللي بيصرف على علاج الادويه. زميله لنا امبارح دخلت العنايه المركزه جات لها جلطه في المخ. تصرف منين؟ نعم نعم. يعني قول لي حضرتك دي ايه التصرف اللي يبقى معاها؟ فاحنا بنناشد الدولة وبنناشد سيادة الرئيس وبنناشد رئيس الوزراء ان هم يتدخلوا في حل هذه المشكلة لانها مشكلة كل يوم بتتعقد اكتر من التاني. لان كل يوم بيخرج ناس اصحاب معاشات بيخرجوا على المعاش. هؤلاء لا يجدوا سوى معاشهم فقط والكل يعلم ما قيمة المعاش اللي بيصرفوه. شكرا لك استاذ مجدي. وانا بناشد الحكومه انها ايضا يعني تحط ايدها في ايد الهيئه الوطنيه للاعلام.